أبرز ما في الاقتصاد يجهزه شمس التنسيلي. هبطت أسعار الذهب أكثر من 1% لتجاوز مستوى 1450 دولاراً في نهاية جلسة التداول. تعرضت ناقلة النفط البريطانية التابعة لسوناتراك أثناء مرورها بمضيق هرمز من قبل الحرس الإيراني. السفينة متجهة إلى مصفات رأس التنورة الواقعة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك، إلا أنه تم معالجة القضية بعد 15 دقيقة من الحجز. بلغت صادرات الجزائر من الإسمنت نحو 30 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2019، أي ارتفاع يقارب 850% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 حسب مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك.